مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي راديو ماس. فريق رجاء الرياضي كما يعرف الجميع انتصر على شباب الريف الحسيمي بالنتيجه ديال 4-1 يوم الجمعه في اللقاء المقدم عن دور 12 مركب محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء. بعد هذا اللقاء ففريق رجاء الرياضي استفاد من يومين راحه يوم السبت ويوم الاحد. اما في هذه الاثناء ففريق رجاء الرياضي يلاه بدا الحصه ديالو التدريبيه الاولى اللي غادي بدا هذا الاسبوع استعدادا كما شرح لي زميلي عادل العمري للمباراه المقبله اللي غادي تجمعوا امام النهضه بركانيه انطلاقا من الساعه 4:15. هو النصف فريق الرجاء الرياضي كيحضروا جميع التدريب بما فيهم لاعب سويسري من اصول برازيليه حسب المصادر اللي عندنا، فهو غادي يكون اون تيست مع فريق الرجاء الرياضي في افق انه واش ينضم او لا ما ينضمش للفريق، وهذا كله كيبقى بيد مصير المدرب روماو هو اللي غادي يقول واش هذا اللاعب ممكن انه ينضم للقلعه الخضراء. قبل انطلاق الحصه التدريبيه اليوم فكانت اجتماع بين اللاعبين والمدرب، ودائما كتكون وراء سواء الانتفاع او الهزائم تو ديبون دو ريزولتا ديال الفريق. فكان واحد الاعتذار ديال الهاشمي على ما بدر من سلوك يوم الجمعه الماضي عند التغيير ديالو باحمد شاكو. فاللاعب يعني اعتذر للمدرب واعترف بالخطا وقام بالاعتذار اولا للمدرب الفريق، وكذلك اعتذر لجميع اللاعبين قبل بدايه التدريب. لكن لجنه الانضباط غادي تجتمع مع الهاشمي وغادي ممكن انه تعطي واحد اون اموند هي اللي ممكن انها تكون يعني كعقاب، وما كنظنش على ان اللاعب غادي توقف عن يعني الفريق، خصوصا ان الفريق الله كما قلتي في المداخله ديالك ربح 3 ديال الانتصارات متتاليه. فريق الرجاء الرياضي للامل والمباراه اللي كانت جرات يوم الاحد بمركب رجاء انطلاقا من الساعه 11 صباحا فهي سالات بالتعادل 1-1. فريق الرجاء الرياضي غدا غادي يواصل التدريب ديالو بحصه تدريبيه واحده غادي تكون صباحيه، ودائما كما كعادة يوم الثلاثاء غادي تكون مفتوحه لوسائل الاعلام. مستمعين الكرام شكرا لكم.